فعلى كل حال أيها الإخوة، ما أود أن أقوله أيها الإخوة، ونحن مجتمعون في هذه الخيمة من أماكن شتى، أوصيكم أيها الإخوة، أوصيكم ثم أوصيكم بتعليم أولادكم كتاب الله عز وجل، أوصيكم ثم أوصيكم لأن تعلموهم القرآن الكريم، لأن الخطاب أيها الإخوة بتعلم القرآن الكريم، هذا الخطاب ليس للمدرسين في المدارس وليس لغيركم، وإنما الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل أب: علم ولدك القرآن، فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعليم الصغار يطفئ غضب الرب. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وكذلك أيضا حكمة، اسمعوها مني أيها الإخوة: علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. أيها الإخوة، الحلقات أقيموها في بيوتكم، أقيموها في مساجدكم أيها الإخوة، مهم جدا جدا. وعندي شعار أنادي به ألا وهو ماذا؟ قليل دائم خير من كثير منقطع. أيها الإخوة، عندنا حلقة في البلاد في بهلة في مسجد صغير قام عليها أحد المدرسين ثم ترك الطلاب بعد أن واظبوا عليها، ألا وهي قراءة آية. قراءة آية في اليوم، الطالب بعد صلاة المغرب كل واحد من الطلاب يقرأ آية 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 آية، ثم بعد ذلك يخرجون، وأصبحت عندهم عادة. من هذه الحلقة تخرج خطباء، وتخرج أئمة مساجد، وتخرج أيضا غيرهم من باقي التخصصات. فالأمر أيها الإخوة يسير، يسير جدا جدا جدا، سواء كان بتعلم قاعدة أو بأي أمر. أنت إن واظبت وواظب أبناؤك على قراءة القرآن الكريم ستجد المنفعة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وأيها الإخوة، أي ولد يقرأ القرآن الكريم منذ صغره فإذا بالله سبحانه وتعالى يوفقه في دراسته ويوفقه في حياته. ربما بعض الأحيان الآن دكاترة، وربما أيضا ما شاء الله مهندسين، وربما الآن مدراء، أجلس معهم وإذا بهم يخبرونني كيف تعلموا القرآن الكريم.